ايه اليوم الحلو ده وايه الناس الحلوه دي؟ هو في احلى من الايام اللي الاهلي بينتصر فيها؟ الف مبروك يا احمد، وكل مشاهدي الاهلي خط احمر اكيد حاسين معانا بالفرحه. اهلا بيك يا فارس، والف مبروك لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. ومفيش يوم احلى من ايام انتصارات النادي الاهلي. الانتصار اللي يا فارس كلنا كنا منتظرينه بشكل كبير جدا، وانتظار كان في غاية الأهمية. وعشان كده الحلقة دي حلقة احتفالية، 100 أسبوع على القضية، وفي يوم الجمعة في الذكرى المية أو الأسبوع المية النادي الأهلي بيحقق بطولة السوبر عن جدارة واستحقاق. عشان كده جماهير النادي الأهلي اللي هي دايما رقم واحد هي اللي بيكون لها دايما معانا المشاركة في البرنامج ده. وعشان كده شاركنا على هاشتاج سوبر خط أحمر، هنعرض احتفالاتكم ورسائلكم للعيبة وللجهاز الفني وأي حاجة تنشروها. احنا معاكم هنا على مدار ساعتين يا فارس. بالتأكيد جماهير النادي الأهلي دايما وأبدا رقم واحد وصانع الحدث دايما. جمهور النادي الأهلي صانع الحدث وأكبر متفاعل مع كل حدث وأي حدث، بنشوف ده بعيننا في حضور جمهور وبنشوف ده في عيون الناس. صدقوني في أسباب كتيرة للفرحة، بس فرحة الأهلي غير الفرحة والسعادة اللي الواحد بيشوفها على وشوش الناس من امبارح. حالة السعادة، كلامهم عن الماتش، فرحتهم بالنادي الأهلي، فرحة النادي الأهلي استثنائية. النادي الأهلي جزء متأصل في مشاعر ووجدان جمهوره اللي هو القطاع الأغلب والكاسح من المصريين. شفنا ده في تفاعلهم، في كلامهم، في وشوشهم النهاردة. شفنا ده حتى في حالة الراحة النفسية اللي هم عليها. البعض هيجي يقول كل الفرحة دي وحجم الفرحة دي عشان بطولة السوبر، وكأن كتب للبعض ان هو لما يحقق بطولة حتى لو ودية ويسميها بطولة ويراهن عليها تبقى بالنسبة له هي ام البطولات واجمل البطولات، والنادي الاهلي لما يحقق بطولة يحاول البعض يقلل منها. بس انا عايز اقول لكم ليه احنا فرحانين على السوبر. لا، عندنا من السوبر كتير جدا. على البطولات مفيش حد عنده بطولات اكتر من النادي الاهلي، ولكن القصة رمزية البطولة في الوقت ده. أيوة، رمزية البطولة. البطولة بتمثل إيه؟ جاية في وقت صعب البعض لأن الاستثناء اتحقق وهو تحقيقه لبطولتين دوري، اعتقد أن الاستثناء ده ممكن يحق ليه أن هو يتحدث عنه وكأنه قاعدة، وعمر الاستثناء ما يبقى قاعدة. النهاردة بنفكر الناس بالقاعدة، القاعدة اللي فيها النادي الأهلي هو رقم واحد، القاعدة اللي فيها النادي الأهلي هو البطل التاريخي. هي دي القاعدة، هي دي القاعدة اللي ترجمت رعاية وشعبية وعملت حاجات كتيرة جدا وخلته النادي الأهلي هو وجدان الأغلبية العظمى من المصريين. هي دي القاعدة اللي بنفكر الناس بيها. بطولة السوبر ال 12 هي مش في حد ذاتها هي البطل، ولكن رمزيتها هي البطل. ايه هي رمزيتها؟ رمزيتها 12 بطولة سوبر مقابل 4 بطولات سوبر. ده النادي الأهلي، 12 بطولة سوبر مقابل 4 بطولات سوبر، نسبة المنافس هي التلت. نفس النسبة 14 بطولة دوري ل 42 بطولة دوري. قيس على كده في حاجات مختلفة، في افريقيا الضعف، 10 بطولات للنادي الأهلي مقابل 5 بطولات لأقرب المنافسين، 7 مشاركات كأس عالم للأندية مقابل 0 للمنافسين. البعض بيحتفل إنه من 20 سنة اسمه اتحط في بطولة كأس عالم للأندية ما اتلعبتش. هي دي الرمزية. لا، محتاجين نفكر الناس، لا محتاجين نقول للناس هو ده النادي الأهلي وتاريخه، هو ده تاريخ البطل. 53 مواجهة من 2005 ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، 6 انتصارات فقط لنادي الزمالك، 17 تعادل و30 فوز للنادي الأهلي. كلمني عن الشعبية، كلمني عن الأرقام، كلمني عن التاريخ. اوعى تيجي تقول للنادي الأهلي او مشجع للنادي الأهلي لما يقول حاجة تقول له هي دي بطولتك السنة دي. لا، مش النادي الأهلي اللي يتقال له كده. النادي الأهلي هو البطل التاريخي في مصر وفي إفريقيا، ونادي الزمالك نادي منافس ولكن هو الوصيف التاريخي. والنادي الأهلي امبارح زود الفكرة دي ورسخ الفكرة دي ببطولة. كل الشكر لكل اللاعبين والجهاز الفني وقبلهم جمهورنا في الإمارات اللي قدم لوحة فنية عظيمة كان ليه الأغلبية فيها كالعادة.
كل الشكر لكل من تواجد من مجلس إدارة النادي الأهلي. منع الكابتن محمود الخطيب ظروفه الصحية، ولكن صورة عظيمة لمجلس إدارة النادي الأهلي وتواجده تقريبا بكامل هيئته، وتشوف رقي النادي الأهلي ودكتور محمد شوقي هو اللي بيروح يكون موجود في المراسم، لأنه رئيس البعثة محدش حاول ياخد المشهد، محدش حاول ياخد اللقطة، كل مجلس الإدارة موجود معاه، شكل راقي، شكل النادي الأهلي. وكمان الانتصار بيجي بالتزامن مع فرحة كان محتاجها كابتن محمود الخطيب اللي عيد ميلاده إن شاء الله بكرة. كل سنة وانت طيب يا رمز ويا أسطورة، واللي هتفضل في عيون كل أهلاوي كبير وكبير قوي، كبير وكبير قوي. كل سنة وانت طيب يا كابتن، ودايما بتيجي بعد المحنة منحة من ربنا، شفناها في 27 نوفمبر وشفناها المرة دي. دايما كل ما بتضيق بيكون الفرج من ربنا، وبيكون لحظة ربنا بيقول لك أنا واقف معاك فيها. ألف مبروك للكابتن محمود الخطيب ولكل مجلس إدارة النادي الأهلي ولكل منظومة نادي الأهلي، ورقم واحد النادي الأهلي، ورقم واحد جمهور النادي الأهلي يا أسامة.